سائل يقول: في منطقتنا يضعون على القبور بعد الدفن شيء من الشجر لكي لا تقرب الأغنام القبور، وكذلك لكي لا تذره الريح، كذلك لكي لا تذر الريح لا تذر الريح التراب الذي على القبر، فهل يجوز هذا الفعل؟ لا يوضع عليها أشجار ولا يوضع عليها ما ذكره، بل يوضع عليها الحصبة، يوضع عليها الحصبة كما وضع على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما كان يوضع على قبور الصحابة، يجعل عليها حصبة تمنع تطاير التراب، وتمنع أيضا من أن التراب يجرفه السيل. نعم، تكون واقية. نعم.